مساء الخير. منذ 37 عاما، أي منذ العام 1972 والأشرفي والصيف والرميل تنتظر هذه المعركة الانتخابية. فالمسيحيون منذ ذاك العام لم ينتخبوا نوابهم، بل كان نوابهم ينتخبون عنهم. أما هذا العام فالأمر مختلف، لذا فإن معركة بيروت الأولى اليوم هي معركة بأبعاد مختلفة. فهي أولا معركة بين قرار مسيحيي قوى 14 من أذار وبين قرار مسيحيي المعارضة وقوى 8 من أذار، وهي ثانيا معركة تحديد أوزان وأحجام بين القوى السياسية المسيحية المختلفة، وهي ثالثا معركة للسيطرة السياسية والانتخابية على الجزء المسيحي من العاصمة، مع ما يعنيه هذا الأمر من رمزية بالنسبة إلى القوى المسيحية المختلفة. لذا فإن معركة بيروت الأولى تبدو وكأنها من أبرز المعارك في الدوائر ذات الغالبية المسيحية، لأن من يسيطر سياسيا وانتخابيا على العاصمة يمكنه الادعاء أنه يملك جزءا لا بأس به من القرار المسيحي في البرلمان أولا ثم في السلطة التنفيذية. فماذا عن الواقع الانتخابي في دائرة بيروت الأولى، ولمن ستقرع أجراس الفوز في 7 حزيران؟ وهل سنكون أمام فوز لائحة بأكملها أم أمام خروقات متبادلة، ما يؤدي في النتيجة إلى نوع من التعادل بين القوى السياسية المتنافسة في العاصمة كما في سواها من المناطق؟ لمحاولة الإجابة عن هذه الأسئلة المتعلقة ببيروت الأولى وبكل الواقع السياسي، نحن في حلقة خاصة من بموضوعي الليلة، مع الإشارة إلى أنه كان مقدرا لهذه الحلقة أن تكون مناظرة بين المرشحين عن المقعد الماروني في بيروت الأولى، الأستاذ مسعود الأشقر والشيخ نديم الجميل، لكن الأستاذ الأشقر آثر الاعتذار بعدما كان هو الذي حدد التاريخ، وذلك لارتباط عائلي كما قال. وعليه فإن حلقة الليلة ستكون بأكملها مبدئيا مع الشيخ نديم الجميل، علما أننا سنبقى على استعداد لاستقبال الأستاذ مسعود الأشقر في الاستوديو في حال تمكن من الانتهاء من ارتباطه العائلي باكرا. مساء الخير شيخ نديم. مساء النور، كيفك استاذ وليد؟ كتر خير الله. طبعا رح ابدا معك بالسؤال الاول المتعلق بتغيب الاستاذ مسعود الاشقر عن هذه المناظره. برايك بعد رح يجي الليله الاستاذ مسعود الاشقر ام انه الارتباط العائلي رح يمنعه عن المجيء؟ انا ما بفتكر انه رح يجي، وما بفتكر انه السبب هو سبب ارتباط عائلي. السبب واضح، الاستاذ مسعود الاشقر محرج بالمناظره، محرج بالمعطيات اللي عنده اياها وبالحجج اللي عنده اياها تيقدر يدافع عن موقفه يلي عم بيعلنه، يلي هو موقف الاستقلاليه من التيار الوطني الحر ومن بقيه فرقاء 8 اذار وخاصه حزب الله. لكن نحن كنا جايين اليوم نبرهن للمشاهدين ولاله خاصه، يمكن حيث لا يدري متحالف معهم وعطيهم هالتغطيه هيدي، نحن كنا جايين نبرهن من حيث لا يدري انه جايين نبرهن للمشاهدين ولاله كمان انه التحالف تبعه بصب مباشره، التحالف تبعه مع التيار الوطني الحر ومع قوى 8 اذار بصب مباشره بخدمه مشروع حزب الله. بس هذا منه خيار، كمان خيار سياسي، هذا يعني خيار مثل ما انتم عندكم خياركم السياسي، هن ايضا عندهم خيارهم السياسي. ما هو خجلين من هالشيء، هو عم بيقول انا تحالفي فقط مع التيار الوطني الحر ومع التشناك، ما عم بيسترجي يقول انه تحالفه عم بصب بخانه مشروع حزب الله. هون الخطوره. فام هو عارف انه المشروع تبعه او التحالف تبعه مع التيار الوطني الحر بصب بخانه مشروع حزب الله وساعتها وخجلين منه،
أو من نعرف هذا الشيء ونحن حابين نوضح له إياه. هو فينا نقول إنه مشروع التيار بصب بمصلحة حزب الله، أو يمكن في مشروع مشترك بين التيار من جهة، بين حزب الله كمان، بين الحزب السوري القومي الاجتماعي، بين تيار المرأة وكل الحلفاء. وقت يكون مشروع حزب الله إكلير غار على راسك، بفتكر أنت بتصب بهذا المشروع مش العكس. يعني برأيك ما في نوع من الاستقلالية ضمن هذا الخيار للتيار الوطني الحر؟ بعد لليوم ولا الجنرال ميشيل عون ولا التيار الوطني الحر برزوا أي استقلالية من المواقف تبع حزب الله، حتى لبل بالعكس عم نشوف أنه اليوم الجنرال ميشيل عون عم بيكون الناطق الرسمي عن الدفاع عن مواقع حزب الله وعن السياسة اللي عم بتبعها حزب الله في لبنان. وبالمقابل أكيد السيد حسن نصر الله برد له الجميل وبيشكره على الوفا مش للبنان والوفا لحزب الله. نحن كنا متمنينا أن الجنرال عون يكون وفي للبنان ما يكون وفي لحزب الله. ليه ما أنه وفي للبنان جنرال عون؟ العمل اللي عم بيعمله اليوم في لبنان ما عم ببرهن هذا. من أي ناحية شيخ نديم؟ من كل النواحي، من ناحية المبادئ، من ناحية المشروع اللي اقترحه في 2005 يلي على أساسه انتخبوه المواطنين واللبنانيين، وشفنا أنه خين بكل معنى الكلمة هيدا المشروع، ولا سحب المشروع تبعه من السوق، وبالعكس صار ماشي بمشروع مناقض كليا. وبالنسبة له ما كان في إمكانية لتحقيق هالمشروع، خصوصا بالنسبة لسلاح حزب الله، للمقاومة، للعلاقات اللبنانية السورية، لأنه وقت اللي رجع على لبنان اكتشف أنه في كتير متغيرات، بالتالي منه قادر يطبق هذا البرنامج. استاذ وليد، نحن بنعرف أنه المبادئ والثوابت الأساسية تبعنا ما بتتغير. وقت كنا بالماضي عم نناضل من أجل الحرية والسيادة والاستقلال بلبنان، كنا ما كنا عارفين ولا بالتسعين ولا بالخمسة وتسعين ولا بالألفين وأربعة أن سوريا كان رح ينسحب من لبنان، بس كان عنا إيمان وكان عنا مشروع طويل عريض اللي هو السيادة والحرية والاستقلال، وعلى هذا الأساس نحن استمرينا بالنضال. ما فتنا، قطعنا الانتخابات ب92، قطعنا الانتخابات ب96، ما شاركنا بالحكومات الى ما هنالك، لانه كان عندنا ثوابت وكان عندنا انيعات. اليوم نفس المشروع مطروح امامنا، كان مفروض نكون امينين على هالنضال هيدا اللي كنا فيه بالماضي، ولو كان في صعوبات كان مفروض نقول الحق، نقول شو المشروع تبعنا، نقول الثوابت تبعنا، وبالمقابل بنشوف كيف نتأقلم مع الوضع في البلد. كنت قريب بفترة من فترات من العماد ميشيل عون، ما هيك؟ اي اكيد كنت تزوره بباريس ونشوف يعني طبعا انه الصور والاخبار الصحفية. هل عندك خيبة امل اليوم من ادائه من بعد عودته من بيروت؟ من باريس ياريت بيعود الى باريس. لا بيعود الى جنرال باريس مش الى باريس، لا بالعكس بدنا اياه هون معنا. بس اكيد ايه عندي خيبه امل، لانه كنت مستنظر اكثر بكثير، كنت مستنظر من رجعت جنرال عون على لبنان نبني سوا لبنان اللي نحن كنا نحلم فيه، نبني سوا لبنان الحريه، لبنان السلام، لبنان. اي متى بلشت خيبتك؟ من وقت ما انسحب من اجتماعات البريستول، لقاء البريستول، من بعد ما بنبلش، من وقت انسحب من لقاء البريستول، وقتها بلشنا نشوف انه عم يتقرب اكثر واكثر من حزب الله، واكيد خيبه الامل الكبيره وقت مضي الاتفاقيه بينه وبين حزب الله. بالمقابل هو بيقول انه انطلاق هذا العمل عنده انه كان لانه ما في محافظه على المصالح والمكتسبات المسيحية، حتى بالنسبة إلى الأشرفية بيقول العماد ميشيل عون أنه هو يلي استرد من خلال الدوحة إلى المسيحيين، بالتالي معركة الأشرفية يلي أنتوا اليوم عم بتخضوها وطبعا بأكثرية مسيحية، لو من العماد ميشيل عون ما كانت تحققت هذه الدائرة. مش مزبوط، الفضل مش بس لجنرال عون، يمكن له فضل، يمكن هو اشتغل على هذا الاساس، بس نحن اليوم اللي عم نقوله انه هيدي الدائره كانت رح ترجع، لانه كنا على اساس عم نطبق القانون الستين، وبضمن قانون الستين هيدي الدائره كانت مرسومه بهالطريقه، حتى يمكن كمان كان لازم يكون في المدور او المرفق منضمين للاشرفيه والمال والصيفه، ولكن ما انضمت بهذا الانتخابات. مش هذا المهم، هو ما ساهم باستعادتها، يمكن ساهم، بس هالدائره هي دائره بيروت الاولى. نحن كنا حبينا
يساهم كمان بجنوب، وكنا حبينا يساهم بعلبة، كنا حبينا يساهم يرجع القرار إلى مرجعيون. كنا فضلنا اليوم هو يحط النايب تبعه بمرجعيون، مش حزب القومي يفرض عليه النايب يلي حزب القومي هو اللي بيريده. لا بدنا نقول فرض، منا لعبة تحالفات، لأنه اللواء أبو جمرة هو يلي قال أنه حزب الله وحزب الله وأمل هني يقررون عنا في مرجعيون حزب يوان.